هذا زحاما هنا أو تقاطعا مكتظا هناك، وربما في بعض دكاكين المهن الشاقة تشاهد أطفالا لا حياة في حياتهم، يجوبون الشوارع والأسواق مرغمين، لا حيلة لهم غير الصبر على مضض، أحلامهم تتطاير في الهواء كبيت من ورق. نتحدث عن عمالة الأطفال وعن يوم مكافحتها العالمي، وهذا هو حالهم. بينما يتوجه ملايين الطلبة سنويا إلى المدارس، يخرج عدد كبير من الأطفال إلى الشارع يمارسون أعمالا ومهنا لا تتناسب وأعمارهم. حالات استغلال للأطفال العاملين سجلتها منظمات حقوقية، إذ تحولوا من أطفال إلى عمال الرجال يعيلون أسرهم بعد أن توقفوا عن اللعب وباتوا أصحاب مسؤوليات كبيرة. خرجنا إلى معامل النهروان تحديدا للطابوق، وفقط في معامل النهروان وجدنا 165 طفل عامل من هذه الشريحة. هذا الحقيقة يشعرنا بالقلق الشديد. كثير من الوزارات لما نجي نناقشها على برامجها وكثير ناخذ ورش وندوات، ولكن بالمحصلة النهائية ما يستطيعون تنفيذ أي برنامج بسبب قلة التخصيصات المالية خلال السنوات الماضية. من ناحية التشريعات القانونية لمكافحة عمالة الأطفال عندنا النصوص موجودة، لكن عندنا مشكلة بالتنفيذ أو تطبيق القوانين. عندنا الآن أطفال يعملون لساعات طويلة أعمال شاقة ومرهقة تأثر على صحتهم النفسية والبدنية، يكونون معرضين إلى الجنوح، يوفرون عمل بدني لقاء أجور زهيدة جدا. عقيل واحد من ملايين الأطفال الذين أصبح الشارع جزءا من حياتهم بوقت عمل يتعدى 12 ساعة يوميا. هو لم يلتحق بمقاعد الدراسة، وجد نفسه على حين غفلة معيلا لأسرته المتكونة من 6 أفراد. ما مسجل، أشتغل معي هنا، معيش أهلي، وأحسن ما ظل جدي عليك. قد عمرك أنت؟ ما والله ما أدري بعمرك قد، حتى عمري ناسي. ليش؟ ما أدري، حتى عمري ناسي. من التعب ومن الشغل؟ إيه. زين، ايش كم ساعة تشتغل يوميا؟ أطلع من الصبح أرجع بالليل. سنويا يتسرب آلاف الأطفال من المدارس، جلهم بسبب الفقر والعوز المادي، يتجهون لسوق العمل دون مراعاة الجوانب الصحية وبخلاف القانون العراقي الذي منع عمالة الأطفال. من بغداد، جابر جمال، قناة رشيد الفضائية.